السلام عليكم. اليوم حبيت نوصل رسالة للجانب الجزائري، واللي للأسف الجزائر وتونس، أنه الجزائر اليوم ضرتنا أكثر من اللي نفعتنا، واللي احنا الشعب التونسي شعب مثقف، شعب يعني شعب يستاهل الخير من الشعب الجزائري. الجزائر اليوم عندها 1.5 مليون شهيد، ونحن لنا 1 مليون إفريقي، وتسببت في تدفق الأفارقة اللي قاعد تعمل فيه الجزائر مع تونس، واللي قاعد يعني تدعم فيه في قيس سعيد، اللي ما عاش عنده حتى زخم شعبي انه الشعب رافضه في تونس. وكم شفتوا نسبة الثقة ومؤشر الثقة لدى الشعب التونسي، هذا من الجرائد التونسية والحكومية، وهذا يعني سونداج واستطلاع للرأي لشهر أوت الحالي 15.2%، وناس تحكي عنه أقل، أنه أقل على حدود تصل 5.2 إلى 8%. هذه هي شعبية قيس سعيد، الشعب رافض قيس سعيد. للأسف في الجزائر تواصل يعني تدخلها السافل للسيادة التونسية، وتواصل تدخل الجزائري في تونس تدخل حقيقة غير مبرر. اليوم نلاحظوا منصة بولهراش، سوق بولهراش في الجزائر الذي تدعم قيس سعيد، وهي منصة فيسبوكية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منصة سوق بولهراش التي تدعم قيس سعيد بست أكثر من 6800 فو بروفي سيسون دو روبو، يعني في شكل روبوتات. يعني اليوم منصة كاملة يعني تدعم قيس سعيد في التيك توك والفيسبوك بالتعليقات، وهم حسابات وهمية، أكثر من 6800 حساب وهمي في شكل روبوتات سيسون دي لوجيسيال موجودة. السلطات الجزائرية تعلم هذا المنصة هذه، ومن هذا المنبر نطالبها بالكف عن التدخل في الشأن التونسي، والكف عن مواصلة هذا التدخل السافل، هذا التدخل من يعني من تدفق الأفارقة على الجنوب الشرقي للحدود الجنوبية الشرقية للجزائر، الذي الجزائر رفضت تدفق الأفارقة وسمحت لهم بالهروب إلى تونس، في حين أنه اليوم كما الصافي سعيد مهزلة حقيقة، مهزلة يعني انه اليوم عن هل الصافي سعيد ارهابي، او انه اليوم اجتاز حدودكم يعني بالطريقه هيك، او انكم اليوم تحبوا تجروا قيس سعيد في انكم تفرضوا السياده على تونس. لا تقدرون على فرض السياده على تونس او التدخل على تونس، هناك مجتمع دولي، انا رجل تقارير دوليه، انا رجل يعني لن نترك باسمي وباسم رجالات الدوله في تونس وخارج تونس. المجتمع الدولي يراقب عن كثب كل تحرك جزائري في تونس. أنا اليوم أناشد السلطات الجزائرية والشعب الجزائري أننا جيران، وأننا تضررنا حقيقة من التدخل الجزائري في تونس، وفي خاصة في دعم قيس سعيد، وهو دعم يعني قيس سعيد يعني دعمه في هذه الفترة بالذات هو ضد الشعب التونسي، لأن الشعب التونسي رافض لقيس سعيد، وهذه بالإحصائيات الحكومية وبالإحصائيات صبر الآراء وبإحصائيات أمس في الصحف التونسية. تعرفوا ذات يوم خرج محلل سياسي، يعني خرج من الحكومة الجزائرية، وقال أن تونس محافظة جزائرية وتغاضينا ولم نفكر في هذا الموضوع. ولكن من العيب اليوم أنه نحب نذكر الأخوة الجزائريين أنه هناك عائلات سجنت ب10 سنوات فما فوق من أجل حقة مطم، ولكن هناك آلاف الأفارقة تدفقوا من الجنوب الجزائري، تم طردهم بصفة مبيتة على الجنوب الجزائري حتى يذهبون إلى تونس. للأسف أخوتي هذا هو الحال اليوم. ندعو الجزائر حكومة وشعبا لاحترام السيادة الشعبية كجارة تونس، واحتراما لشهداء الوطن وشهداء ساقية سيدي يوسف
وشهداء الوطن الجريح في تونس، أنكم تحترموا الشعب التونسي. الشعب التونسي مثقف، الشعب التونسي لا يجر بالقوة. الشعب التونسي نسبة التثقف، يعني نسبة الشعب اللي قاري، اللي متعلم في الجامعات الدولية أو الجامعات التونسية أكثر من 80%. نحن الأول نخبة عربية في الثقافة العربية علميا، نحن لدينا أول امرأة مثقفة في العالم العربي، نحن لدينا ثاني عدد أكثر باحثين في العالم العربي، نحن لدينا أكثر من 45,000 دكتور وطبيب منتشرين في العالم. رجاء باسم الأخوة، ونحن غاضبون حقيقة كتوانسة وكنخبة، وغاضبون على هذا الدعم والتدخل السافل. نحن لا نتدخل في الشأن الجزائري، نحن قادرين أن نتدخل في الشأن الجزائري، ولكن أنتم، نحن لا نتدخل، لا نسمح لأنفسنا أن نتدخل في جارتنا الجزائر وفي شأنها وفي شعبها. فلماذا أنتم تتدخلون بهذه الطريقة؟ هذا ممنوع عليكم، وهذه تقارير دولية موجودة، يعني منصة سوق بولهراش منصة موجودة إلى حد الآن تطلق أكثر من 6800 حساب وهمي على منصات التواصل في التيك توك والفيسبوك لدعم قيس سعيد، وهي حسابات مربوطة بديتكتور لوجيسيال، إنه في أي يعني صفحة على التيك توك أو على الفيسبوك تذكر اسم قيس سعيد ينزلوا عليك يعني بالتعليقات كلنا قيس سعيد، وتنزل عليهم بطريقة لدمغجة التوانسة وإيهام شعبية مزيفة لقيس سعيد في التعليقات. وهذا اكتشفناه كتوانسة، واكتشفته التقارير الدولية والتقارير الاستخباراتية، وهي منصة سوق بولهراش موجودة في الجزائر، وهذه اللي دمغجت الناس وعلى إيهام شعبي. ولكن هذه المحاولة فشلت، لأن الشعب اليوم 80% ضد قيس سعيد، وهذه إحصائيات صبر الآراء. وبالتالي يعني أدعو الجانب الجزائري إلى إغلاق منصة سوق بولهراش، وإلى مراجعة علاقتها بتونس واحترام الشعب التونسي. الشعب التونسي رافض لقيس سعيد، حاولوا أنكم تحترمونا وتحترمونا باسم العلاقات التاريخية. وأتوجه إلى تبون والشعب التونسي والشعب الجزائري وقيادات الجيش، أنكم تحترمونا، نحن لا نتدخل فيكم، هناك تدخل كبير، وحتى المجتمع الدولي يلاحظ هذا. أنتم تسببتم لنا في عديد المشاكل حتى في المجتمع الدولي وعلاقتنا مع دول المنطقة، فرجاء احترمونا. ونحن الشعب التونسي شعب مثقف، شعب نريد الاقتصاد، لا نريد لا عودة رموز قيس سعيد. قيس سعيد رمز الدولة العميقة، وهو أفشل رئيس في تاريخ تونس، وهو عاد بتونس إلى يعني الاستقلال، عاد بتونس يعني نسبة نمو فقر، نسبة نمو 0.2، دمر الشعب التونسي، فقر الشعب التونسي، جاب لنا أكثر من أفارقة، باع تونس لميلوني عديد. الشعب التونسي اليوم لن تعود به قاطرة الزمن إلى المنظومة، لن تعود المنظومة 10 سنوات، ولن يعود قيس سعيد ورموزه رموز الدولة العميقة اللي معاه 5 سنوات، يعني 10 سنوات و5 سنوات لن تعود. ولكن نريد شعب أن نعيش وأن نبني وطن بالكفاءات ورجالات الدولة، وأن يعني نبني وطننا. فأدعو الجانب الجزائري أن يراجع حساباته مع الشعب التونسي، لأنه تدخل واضح، وتونس ليست الجزائر. وقيس سعيد انتهى بالتقارير الدولية مطلع 2025، هذا خلف تقارير جوزيف بولر المنسق للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أو انتهى شعبيا ودوليا ولن يكون رئيس. فرجاء احترموا دماء الشهداء واحترموا التاريخ مع الشعب التونسي، واحترموا جيرانكم مثلما نحن لا نتدخل فيكم. لكن القوة وتلك العنطزية لا تأتي مع جيرانكم ومع جارتكم تونس شعبا ووطنا. فرجاء احترمونا، نحترمكم، ونطالبكم بإغلاق هذه المنصة خلال الأيام القادمة، ومراجعة حساباتكم مع الشعب التونسي. ولكم كل الاحترام والتحية.